بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي سودانية 24، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من العاصمة الإماراتية أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أحييكم، وفي إطار متابعتنا للأنشطة الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الأنشطة التي لها ارتباط مباشر بالسودان، لا بد أن النظرية التي أطلقت فيما مضى أن السودان سلة غذاء العالم قد وجدت من يؤمن بها ويعمل على التعامل معها وتحقيق ما يمكن أن يحقق فيها. ومن ضمن الشركات الكبيرة التي آمنت بهذه النظرية وبدأت تعمل بشكل كبير وظاهر للعيان هي شركة جينان. شركة جينان شركة استثمارية ذات باع طويل في مجال الاستثمار ولا استثمارات كبيرة في مختلف دول العالم، ولكن في السودان تحديدا لها رؤى مستقبلية واسعة جدا من خلال طرحها لمشاريع ضخمة وكبيرة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني. نحن سعداء جدا في سودانية 24 أن نلتقي بالشيخ محمد راشد العتيبة رئيس مجلس إدارة الشركة. السلام عليكم الشيخ. السلام يا مرحبا. أهلا بك وسعداء بك وحبابك عشرة. الله يحييك. مليون. الله يحييك. سعادتك، يعني الشركة عملت شغل كبير جدا في السودان، والآن من خلال هذا المعرض لمسنا كثير من الخطوات والتوقيعات لمشاريع أخرى ضخمة كبيرة في السودان. السؤال، لماذا اخترتم السودان تحديدا لإطلاق هذه المشاريع الضخمة ذات الأرقام الكبيرة في المال وفي المساحات التي تستغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يعني ما يخفى على أي إنسان أن السودان مثل ما تفضلت هي سلة غذاء العالم، هذا من ناحية اقتصادية، وفيها من الكنوز وفيها من الفرص الغير مستكشفة حتى الآن، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا بالنسبة للسودان هي وطني، بلدي الثاني، فمن الواجب الوطني، واجب الديني، واجب قومي أني أنا أكون متواجد في السودان، هذا من ناحية. من ناحية ثالثة، وين حتلاقي أحلى من الشعب السوداني؟ أنا لا أقول هذا الكلام مجاملة، هذه حقيقة، من أحسن الشعوب أخلاقاً، وهي مش شهادتي أنا فقط، يمكن أكون شهادتي في السودانيين مجروحة، ولكن هاي شهادة الجميع. فلهذه الثلاث أسباب نحن في السودان الحمد لله. الشيخ محمد، هل الاستثمار في السودان بالنسبة لكم من خلال التجارب التي قمتم بها، هل يعتبر جاذباً ومشجعاً على المزيد فيه، أم واجهتكم عقبات وإشكالات تحول دون ذلك؟ ما في شك هو جاذب ومجزي جدا الاستثمار في السودان، وممكن تشتغل على جميع الأصعدة حتى السياحة، ولكن نحن ما بتخصصنا السياحة، نحن الحمد لله تخصصنا في الزراعة، في الانتاج الحيواني، وممكن نحن تخصصنا في مجال الأعلاف، والأعلاف تفتح لك أفق كبيرة جدا. فسبحان الله، تسيير الأمور من رب العالمين دائما كانت وما زالت وستكون فيها خير للمؤمن. فالسودان بالفرص الموجودة فيه ما في شك أنه يعد اليوم، أنا بالنسبة لي هو رقم واحد في الاستثمار في العالم. أرجوك لمرة ثانية وأقول لك إياها للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، هذا ليس مجاملة، وربي يعلم وربي شاهد أن هذا كلامي حقيقة وصدق. الله يخليك. الفرص الموجودة في السودان لا غير موجودة في أي مكان في الدنيا، كأنك داخل أرض أو كأنك داخل بلد يعني لم يتم اكتشافه، كان نحن في المريخ، كان في كل شيء الحمد لله رب العالمين، وما زال كل شيء في بداياته. وأبشر أهل السودان، خليكم دائما متفائلين، عندكم ما هو أهم من البترول وأهم من أي الثروات الأخرى كاقتصاد، وعندكم من القيادة الله يحفظ البشير، الإنسان الخير، الإنسان التقي. أنا ما أريد أزيد في الكلام عشان ما حد يقول مثلا محمد العتيبة
يجامل. لا هاي حقيقة. الله يبارك. وربنا ينزل البركة، ربنا ينزل البركة بسبب هاي الأمور إن شاء الله. أنتم نجاحكم في مشروع الدبة كان نجاح مشهود وملحوظ، هل هذا ما شجعكم على طرح مزيد من المشاريع في السودان؟ ما في شك، ولو أن مشروع الدبة كلف كثير لأنه كان أول استثمار لنا في السودان. اليوم أنا لو بسوي مشروع مثل مشروع الدبة هعمله بنصف القيمة، ولكن بسبب عدم الخبرة في السودان والسوق السوداني والمجتمع السوداني والإمكانيات في السوق السوداني كلف شوية زيادة، بس هذا خلانا نحتك بالبشر، نحتك بالحكومة، نحتك بالأرض، نحتك بكل ما يتعلق بصناعة الأعلاف. فوجدنا أن بالفعل الحمد لله أن ربنا قادنا إلى هاي البلد الكريم بموارده، الكريم بكل شيء، وحتكون هي وكانت هي البداية الحمد لله رب العالمين اللي فتحت لنا مجالات أخرى. طيب هل واجهتكم أي صعوبات فيما يخص قوانين؟ ما في شك الصعوبات هاي موجودة يا أخي. احنا مرة كنا في أحد المؤتمرات والناس تشتكي من صعوبات في الاستثمار، من صعوبات في القوانين، صعوبات. أنا أريد أسأل سؤال واحد فقط، الراحة فين؟ الراحة في الجنة فقط. ما دام أنت عايش بتروح بلد هتلاقي في شوية صعوبات، بلد ثاني في بلدك عايش فيها صعوبات، في مجهود الصعوبات. الإنسان الذي يستطيع أن يصبر ويحل جميع الصعوبات هو الإنسان ناجح. أي إنسان يقدر يشتغل بدون صعوبات، هذا موجودين وايد كثير منهم، بس هل هذا ناجح؟ ولا أعتقد ربنا حيسهل لي إياها، لأنه يريد الدنيا كلها سهلة. لابد من الاجتهاد يعني. لابد من الاجتهاد، لابد من الصبر، لابد من التضحية، لابد من المعاناة لكي تصل إلى الهدف. لا، عشان توصل للهدف. صحيح. ما في لكن القوانين الاستثمارية في السودان. نعم. هل هي مقيدة؟ هل هي معطلة؟ هل هي قاسية على المستثمر؟ حتى ولو خرجنا خارج إطار جنان وفكرت معي كزول زينا زول يعني. نعم. هل القوانين هي قد تحد من رغبة مستثمرين آخرين؟ لا، أنا ما أعتقد. إلى حد ما أنا أقول أن القوانين الاستثمار في السودان نوعا ما جاذبة. نعم، نحن ما زلنا في بدايتنا يعني في السودان. أنا أتكلم بحكم أني أنا واحد منكم وفيكم. القوانين في السودان الاستثمار جاذبة، ولكنها تحتاج من وقت لآخر تعديل أو يعني مراجعة. ليش؟ لأن هاي قوانين صنعها الإنسان مش قرآن، تتغير بالمعطيات والظروف. نعم. فبالتالي لابد أنها تنعملها مراجعة من وقت لآخر. الإخوان في الحكومة السودانية ما في شك دائما قريبين هم جدا من المستثمرين، فبالتالي يواجهون بعض المشاكل أو يستمعون إلى بعض المشاكل الموجودة عند المستثمرين، وعندهم النية الصادقة أنهم يعدلون فيها. بس التعديل دائما أي شيء تعدل فيه يبالة شوية وقت، وأنا متفائل جدا إن شاء الله. إن شاء الله. أعلنتم عن بعض المشاريع التي ستبدأ قريبا، وأعلنتم عن 221 مليون نخلة في السودان، وهذا رقم كبير جدا لمشروع اقتصادي. كذلك ما سمعناه هو تسرب إلينا أن هناك مباحثات تجري الآن لمشروع لتربية العجول، وهو مشروع ضخم أيضا لتصدير 8 مليون رأس سنويا. هذه المشاريع بإجماليها كيف تتوقع لها أن تسير في السودان، وما هي التأثيرات الاقتصادية التي يمكن تكون للدولة ومواطنيها؟ طبعا هذه احنا في الدورة السابعة لمعرض سيال في أبوظبي أطلقنا هاي المشروعين، مشروع النخيل 221 مليون نخلة لإنتاج 44 مليون طن من التمور، سيتم تحويلها إلى سكر سائل وسكر باودر. سيكون عندنا تقريبا 22 مليون طن سكر،
هذا بيضعنا في مركز متقدم جدا من ما بين الدول المنتجة للسكر، وسنمثل ما لا يقل عن 15% من السوق العالمي. أنا أتمنى هاي 221 ما تكون هي النهاية، بس الله يقدرنا إن شاء الله عليها ونسويها، وإن شاء الله عيالنا وعيال عيالنا يوصلون المليار نخلة إن شاء الله. طبعا الزون تبعها حيكون في منطقة الشمالية، لأن هاي أفضل مناطق إنتاج التمور ولتوفر المياه الجوفية أيضا. مشروع رائد، مشروع الأول من نوعه، ينتج السكر بتكاليف رخيصة. ويا ليت احنا من البداية كنا ركزنا على النخل، كان ما احتجنا نصرف هاي المبالغ الكبيرة في زراعة قصب السكر المكلف ومعرض لأمراض وصيانة ومشاكل كبيرة جدا. النخلة الحمد لله شجرة مباركة وفيها من الخير ما لم يكتشف حتى اليوم. إن أضيف إلى التمر الحليب أصبحت وجبة متكاملة. وجبة متكاملة، يعني أقل ما فيها نحن لو نزرع 221 لو يوم من الأيام أفريقيا كلها صار فيها مجاعة، السودان تقدر تغذيهم زي ما كانت السودان تغذي في وقت المجاعات السعودية، الإمارات تغذي بقية الدول في أفريقيا. لما كان السودان عنده خير كثير ذاك الوقت. المشروع الثاني هو مشروع الألبان، مشروع التسمين. طبعا هذا مشروع أيضا طموح جدا، سينتج عنه طبعا هو هذا المشروع، معلش أنا بعطيك فكرة بسيطة عنه، هو مشاركة مع المواطنين، مع المزارعين. ستشاركون المزارعين؟ سنشارك المزارع ونعطيه النوهاو كيف يحلب صح، كيف ونعمل له الكروس بريدينج، نجيب سلالات على اساس سلالات اوروبيه على اساس نعمل الكروس بريد، بحيث يكون عندنا اصناف ممتازه تعطيك حليب لمستوى 30 لتر في اليوم وتعطيك ايضا اللحم في نفس الوقت متميز. ولو ان اللحم السوداني متميز، ولكن نحن نبقى يكون عندنا بقرة تعطينا الهدفين، هدف الحليب وهدف اللحوم. فبتكون شراكة ان شاء الله. الرؤية اللي وضعت واللي وافق عليها فخامة الرئيس البشير الله يحفظه، ب 2030 سيكون عندنا ما لا يقل عن 10 ملايين إنسان شغالين في هذه المشاريع في حلول العام 2030. نعم، في العام 2030 كلهم مستفيدين من مبدأ الشراكة. الجميع مستفيد، وهو يملك الأرض ويملك الماشية ويملك الزراعة، فهو يستطيع أن يعتمد على نفسه بصفة يعني بشكل كامل. واللي أتمناه من الإخوان المزارعين وأصحاب المهتمين بمشاريع مثل هذه، نحن ما نتكلم عن التجار الكبار، نحن نتكلم عن الإنسان السوداني البسيط المزارع صاحب الأسرة، عنده دخل معين يريد يحسن دخله. ما تزرعه هو ما تحصد، لابد أنك تزرع في البداية عشان تحصد. يعني بمعنى العمل العمل العمل، ما في حد حيجينا ويلقمنا. صحيح، أنا لازم أزرع وأطبخ ولقم نفسي. هل ترى في الإنسان السوداني مقدرات معينة قادر بها على أن ينتج ويغير واقع الحال في البلد؟ طبعا هو السوداني زي أي إنسان في العالم، يمكن هو توفر الإمكانيات في البلد الكبيرة وهو حاسس بيها وعارفها، اعطته نوع من الريلاكسيشن، يعني انه هو مطمن على مستقبله، فما تدفعه للعمل الدائم.
نحن نبى بس يعني هذا يعني عندنا في بعض الامور وانا ما انتقد الان، انا اقول كلام بناء، وهدفي الاول هو الانسان السوداني ونحن على فكره والدوله السودانيه. اكيد لابد من العمل والعمل الجاد عشان نحن نكون في مراتب عاليه وفي مقدمه الدول، لابد ان نتعب ونهوض الدول يكون بشعوبها وليس بحكوماتها فقط، لابد ان الشعب يعمل هو الإنسان. الشعب هو الاساس. الانسان هو انت في 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 ما سمعت مشروع يشتغل على ماشينريز بس؟ ما في مشروع. الانسان هو اساس النجاح، الانسان. والحمد لله اللي يميز الشعب السوداني ان اغلب الشعب السوداني مثقف ويحب القراءه. طيب ما دام احنا هذا الموضوع عندنا وهاي الصفات موجوده، نحطها على ارض الواقع، نعمل نكد اكثر واكثر. وانا جاي من الامارات، جاي اكد وجاي اتعب لغرض النجاح، لغرض النجاح، لغرض التميز. ما اخرج من هاي الدنيا والاقي ربي اقول انا ما عملت شيء. طول الله عمرك. ألاقي ربي أقول يا ربي أنا عملت وعملت وعملت وعملت. جزاك الله خير. طيب سعادتك، في جنان وأنت قد أشرت إلى مبدأ الشراكة ما بين الشركة والمواطن المزارع المستفيد، أيضا هناك المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق شركتكم تجاه المجتمع السوداني. بعض المشاريع التي اقترحت، سمعت بأن هناك مرافق وخدمات أخرى ستقدم خدمات للمواطنين غير الإنتاج الزراعي أو الحيواني من ضمن القرى النموذجية المتكاملة أو ما إلى ذلك من المرافق والمؤسسات. من أي مبدأ انطلقتم وحرصتم على أن تنمي المجتمعات الريفية إضافة إلى أعمالكم الاقتصادية والتجارية فيه؟ إحنا عرب، إحنا كلنا عرب، السودان، الجزيرة، الليبيين، المغاربة، المصري، احنا كلنا عرب. يعني احنا عرب مش متعودين على عمل منظم. هو الإسلام اللي نظمنا نوعا ما، ولكن ما زالت طبعنا وعاداتنا وعادات أهلنا بتجرنا. احنا راح نعمل قرى نموذجية منظمة وكل واحد له دور فيها. أعمل أحصد، لا أعمل لا أحصد ولا أحصل شيء. طبعاً القرى هذه مرافق لها جميع الخدمات. نحن بنكون حريصين جداً، حريصين جداً. وطبعاً هذا توجه السياسيين في الحكومة، أن لابد أن تكون هذه القرى مكتفية ذاتياً. بمعنى؟ يعني جميع هي جميع ما يحتاجه الإنسان ينتجه. كل الخدمات موجودة من أسواق. طبعا ما نتكلم عن مولات ونحن نتكلم، لا نتكلم عن أسواق تخدم مجتمع ريفي، دور للعبادة، مدارس نموذجية على أعلى المستويات، عندنا قسم شرطة يحفظ الأمن، عندنا البنوك، كل ما تحتاجه في كل قرية، كل ما يحتاجه الإنسان موجود عنده. ما يضطر يروح للمدينة. المدينة اليوم أصبحت العيشة فيها غير صحية. الناس تبحث الآن في طريقة لإيجاد هجرة عكسية، يرغب كل المسؤولين يرغبون في عودة الناس من المدينة إلى القرى والأرياف لغرض الإنتاج. أعتقد أن مشاريعك هذه ستسهم في العودة. طبعاً طبعاً. أنا من الناس اللي أحب أعيش في البر، أحب أعيش في ليش؟ لأن أول شيء مثل ما قلت لك هي أنظف كبيئة وصحية أكثر. الطيل العمر أيضاً، شايف كيف؟ والفرص كلها موجودة. المدينة الحياة فيها متعبة وضجيج ومختلف الثقافات ومختلف فيسبب لك قلق، يسبب لك عدم توتر دائم. ايوه، توتر دائم. صحيح صحيح فعلا.
كويس انت فعلا. انت فصيح اللسان اكثر مني. لا ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. انما احببت ان اتعرف اكثر واعرف المشاهد على مدى اهتمامكم بتنميه المجتمعات المحليه. انا اعتقد ان جنان فيما طرحته الان لم يكن الربح هو الهدف الاساسي، ولا توجد شركه غير ربحيه، ولكن لم يكن هو الهدف الاساسي والربح فقط، ولكن تنميه المجتمعات ايضا والمساهمه في استقرارها والمساهمه في 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 وجود حوافز وعمل الانتاج ايضا من نجاحات الشركه. ما في شك، هذا هو الهدف الاول. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبكره حتحاسب انا وانت وكل المشاهدين احنا قدمنا شنو. فاحنا انا وانت الحمد لله رب العالمين، نحن امه محمد الحمد لله، سنلاقي ربنا غدا وعلى اعمالنا سنحاسب. صحيح. وكلنا نسعى على هدف واحد هو ارضاء الله. الحمد لله، نسال الله. عمرك شفت انسان شال معاه ماله لما مات؟ ما في. قارون راح من غير شيء، وغيره وغيره وغيره. يبقى العمل الصالح. هاي رسالتنا كمسلمين وكمؤمنين، نعملها. ليش ننسى الرسالة الأساسية؟ الهدف الأساسي من خلق الإنسان. والأولى أمة محمد التي كان يفاخر بها وما زال وسيفاخر بها أمام رب العالمين حتى أمته. نحن خير أمة أخرجت للناس. أنت مسلم، أنت مؤمن، تمشي رافع الرأس. حتى الإسلام حث الناس على العمل والإنتاج. العمل صحيح، ما في شك، العمل ثم العمل ثم العمل، عشان أحفظ كرامتي وكرامة أولادي وأهلي، وعشان أعبد ربي صح. سعيا لحياة سعيدة أيضا، ما في شك، قبل أن تغادرها. نعم. طيب سعادتك، يعني إذا فتحنا لك مساحة ووجدت هذا المنبر لتحدث مشاهدي سودانية 24 وكل الشعب السوداني، ما هي الرسائل التي يمكن أن توجهها لجموع الشعب السوداني، وما هي الرسائل التي يمكن أن توجهها للمسؤولين في الحكومة السودانية؟ هو سؤال ذو شقين، ابدأ بأفضلهم. هو رسالتي للإخوان السودانيين، أنا أقولهم بحكم أني أنا مطلع على أمور كثيرة جدا، أنا أقول لهم لا تقلقوا من المستقبل. ولو أن السوداني مش قلقان أبدا هو أساسا، ولكن أنا ما أريد أيضا أتأكد عليه أنه ما يدخل فيه القلق، بس مش معناه القلق هو عدم العمل. زي ما قال الشعراوي، التوكل بالقلوب والعمل بالجوارح. أنتوا عندكم خير، السودان عندها. أنا أحب دائما أستخدم نحن انت. أيوة. منا انت منا. ايوه ما في شك، احنا عندنا خير لا يوجد في مكان اخر، وجايكم الخير وجايتكم البركه، لانكم انتم الحمد لله فيكم من الاخلاق ما وصفت في القران الكريم. فاللي اخلاقه كذا ربنا وعده شنو؟ حياه كريمه، ولا يذله ولا 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 ولا. فتفائلوا بالخير، ونحط ونعلم عيالنا العمل. وزي ما دائما السوداني بيعلم ابنه دائما الكرامة، نستمر في الأخلاق الحميدة هاي العالية. لكن في بعض الممارسات الاجتماعية، عندي والله في واحد مثلا توفى ابن خالة أمي مش عارف شنو في سنار، وأنا في الدبة، ما ممكن أترك عملي وأروح، يعني يكفي تلفون أخلص الموضوع. عادات اجتماعية متجذرة. أيوة، لازم نتعود. اللي حيبدأ بيها حيتضرر، لكن هو حيسن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. يعني في بعض المواضيع، ولو أنها هي، يعني أنا دائما بقول اللي في خير في أهله في خير في العالم كله، لكن ما نكون يعني زيادة عن اللازم، وما نعطي ذريعة للإنسان اللي هو يريد ياخذ هاي الأمور كذريعة ليتغيب عن عمله. لا، العمل أولا، العمل مثل الجهاد، ما يصير تنسحب من الجهاد وتفر من الجهاد، هاي من أعظم الكبائر.
العمل مثل الجهاد. وللمسؤولين ماذا تقول؟ المسؤولين الله يحفظهم، أنا أودي يعني أتمنى أودي رسالة لفخامة الرئيس وأقول له أيضا اطمن أنت وشعبك إن شاء الله كلكم من أهل الجنة أولا، ثانيا الشيء اللي تعبت عليه يا فخامة الرئيس إن شاء الله تشوف نتاجه قريب جدا، وأنا أعرف تماما مدى حرصه على خير السوداني ومصلحة السوداني، وأقول لك إياها بصراحة أنتوا يعني هذا فخامة الرئيس السوداني هذا البشير المشير البشير، أنا أشوف مثل الشيخ زايد رحمة الله على الشيخ زايد، في خير كثير جدا، وأنا حاس مدى التفاف الشعب السوداني حوله، وادعوا له بالخير إن شاء الله بيحقق الأمنيات، ولكن كل الأمور تأخذ شوي شوي، وندعي لك أنت برضو بالخير وندعي للشعب الإماراتي بارك الله فيك لكم الله خير ويطول عمرك إن شاء الله ويزيدك مما تفضلت من قيم وأخلاق ومثل تعمل بها في مجالات أعمال اقتصادية لا تفصل ما بين الواجبات وما بين الحياة وما بين الدين وبين المجتمع، كلها وحدة مترابطة في سبيل النجاح والتقدم. أتمنى لكم التوفيق. إذا هل نستطيع عبر قناتنا أن نعلن عن أي من المفاجآت التي أعددتموها في الإطار الاقتصادي وسياسات شركتكم تجاه السودان من شراكات أو خطط مستقبلية لأعمال تجارية قادمة؟ والله ما في مفاجآت، العمل واضح، العمل جدا واضح الآن، ما في مفاجآت، ولكن أنا يعني أعدكم إن شاء الله إنكم تكون لكم الأولوية وفي في في حضور كل المناسبات الخاصة بإطلاق أي مشاريع جديدة، وراح يكون بإذن الله أنا أخذت عهد على نفسي إنك في كل دورة من سيال أبو ظبي حيكون عندنا مشاريع جديدة في السودان إن شاء الله. السودان الأولوية وسيبقى السودان هو الأولوية بالنسبة لي، وأنا أشجع إخواني المستثمرين في الخليج العربي وجميع الوطن العربي أن السودان هو الفرصة الحقيقية، اللي يريد أرباح ما في أحسن من ما في مشاريع أحسن من المشاريع اللي تقام في السودان، من ناحية عمل خير الشعب السوداني البلد محتاج إلى الاستثمارات وكل الفرص موجودة فيه وكل الكنوز اللي أنتم تتخيلونها موجودة في السودان وبأقل التكاليف، فهلموا إلى السودان. مرحب بك سعادتك، شكرا جزيلا لك، أنا أشكرك على منحنا هذا الوقت حياك للحوار مع سودانية 24، وأتمنى لكم التوفيق في كل ما تقدمون وفي كل ما تنجزونه مطلع كل شمس. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. سعادة الشيخ محمد راشد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة جنان الاستثمارية والعاملة في مجالات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في السودان وفي مناطق متعددة من العالم، وأتمنى أن نلتقيكم في حوار خاص آخر في الشأن الاقتصادي والإعمار. خالص تحياتي من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وإلى اللقاء.